أتساءل باستغراب مع المغاربة، أين هي هذه الثروة؟ والاستفاد منها جميع المغاربة، أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ هذه البلاد تكتب عليها الله أنها تنجح. الله يلعب بلاد الذهب. أيها الشعب العزيز، وعدت بالإخلاص ووصيت أحسن الوفاء وكنت من الصابرين. مرحبا بكم في هذا الفيديو. واليوم غادي نشوفوا واحد الموضوع مهم. اكتشاف الغاز اخويا، اكتشاف الغاز، اكتشفنا الغاز هذه، ولكن ماشي دابا، راه 20 عام اللي ما اكتشفنا مزيان. 2020 كنخطب عند ابو السيد في واحد المقتطف، غادي نقرا عليكم مقتطف ديال الخطاب الصحيح لله نصر الله حفظه واياه، كيقول بانه اكتشف الغاز بكميات كبيره في الجهه الشرقيه ديال المغرب. والخطاب كان قالوا من خطب على الشعب المغربي وزف له هذا الخبر العظيم العظيم يوم 20 غوص سنة 2000، والشعب بدأت يحلم طويلة. المهم غادي ندوزو أطراو، واللي غادي يجي يكذبني فهادشي هذا راه ندخلوا البوابة الوطنية، راه فيها الخطابات ديال من كاملين من 2000 حتى 2020 كاملين تحتهم تيديروا ميزاجو توجو. اوكي ندوزو نقراو الخطاب ونرجع لكم. وهذا نص الخطاب الشعبي العزيز، غادي ننساوش الشعبي العزيز بمشاعر فياضة من بالابتهاج والافتخار، نحيي ذكرى ثورة الملك والشعب. هذه الذكرى التي تخلد التحام الأمة جمعة بقائدها المفضل وبطل تحريرها جلالة جدنا المقدس المنعم محمد الخامس، تغمده الله بواسع رحمته وجزيل مغفرته. وعلى الرغم من انه مر على احداث الثوره نحو نصف قرن، فان وقائعها ما تزال متمثله في اذهان المغاربه، مطبوعين على الوفاء والاخلاص ومرتسمه في قلوبهم يستحضرونها كل عام. سبحان الله، وسيظلون مستذكرين لها مهما امتدت السنون والاعوام، ومن خلالها يسترجعون صحائف رائعه من التاريخ المجيد الذي كتبه ابناء هذا الوطن بدمائهم الزكيه الطاهره وباحرف نورانيه ربانيه باهره. لقد شكلت هذه الثوره نقطه تحول بين مرحليتين جهاديتين. تميزت الاولى بالكفاح الوطني الذي خذه جدنا نور الله ضريحه ضد الاستعمار البغيض من اجل التحرر واستعاده سيادتي، مدركا ان بلوغ هذا الهدف مشروع بقيم اصلاح فكري ينطلق من التشبث بالعقيده ويتخذ التعليم سبيله للتو. لكن ليس هذه ماشي هادشي اللي بغينا حنايا، بغينا نوصل لواحد البوان اخر. وبهذا امكن خوض النضال السياسي الذي برز في المواقف البطوليه التي كانت لجلالته في مواجهه اعنف التحديات التي كانت تصدر من الاستعمار، والتي بلغت مداها بنفسه واسرته الشريفه بعيدا عن الوطن في التآمر على الشرعيه والمشروعيه. يا سبحان الله. وبفضل صموده العظيم اكرم الله مثواه بهذا الصمود العظيم، وما لقي من مسانده قويه بل ورها الشعب الابي بابتداء ملكه، وجعل تحرر المغرب رهينا بعوده ملكه الشرعي المقاوم المقدس ورمز سيادته ورمز السياده. فشلت المؤامره وعاد الملك المجاهد يحمل معه الراكد ديال التنس، ماشي مشكل بعيدا، وعاد الملك المجاهد يحمل بشرى انتهاء عهد الحجر والحمايه وبزوغ فجر الاستقلال الحريه. اوكي، وكان بعدها ان بلغ الجهاد مرحلته الثانيه مرتبطه بالشروع في بناء مغرب الحديث. لم تلبث بعد وفاه القائد المحرر المقدس العظيم ان ابصلها خلفه ووارث سره المنعم والدنا المعظم قدس الله سره المغفور له جلاله الملك الحسن الثاني قدس الله سره مره اخرى رحمه، فبنى وشيد وحدث وجدد وبنى المغرب على ذات زاخر مكانك مرموق تدعون اليوم. وقد حملنا الامانه الى متابعه المسير بايمان راسخ وخطى ثابته وبعزم قوي على الاصلاح والتغيير، وتحثنا على الدعاء بالمغفره والرضوان لجدنا ووالدنا المكرمين وجميع شهداء الوطن الابرار وسائر المقاومين والمجاهدين الذي شدوا 600 درهم في الشهر 60 بنسيونيس. اوكي، الذي قدموا تضحيه جسيمه وافتدوا بالنفس والنفيس هذا المغرب الذي ننعم جميعا به في ظل الحريه والقلعه والعزه. اوكي، انه لمن حسن طالع ويمنه ان تحل ذكرى هذه الثوره المخالده العظيمه المباركه المجيده، وتحل غداته ذكرى ميلادنا السعيد واعتزازا بما كان لجدنا رحمه الله من رؤيه مستقبليه رائعه عظيمه مقدسه متجدده، حين قرر رحمه الله سنه 1956 احداث عيد الشباب وحدد له يوم عيد ميلاد والدنا المنعم حسن ثاني ولي العهد يومئذ باعتباره المثل الاعلى للشباب المتحمس لخوض معركه التنميه ومحاربه التخلف. اوكي، المثل الاعلى للشباب. اوكي، سنمر من هنا ونذهب ديركت الى اكتشاف النفط مع سيدنا حفظه الله ورعاه وقدسه والحمد لله. وانه هنا تكمل يعني سر صاحب الجلاله حفظه الله المقدس البناء. وانه لا يسعدنا في غمره الاحتفال بالمناسبتين المجيدتين، نزف لك يعني ثوره الملك والشعب وعيد الشباب المناسبتين المجيدتين العظيمتين الرائعتين. يا سلام، نزف لك شعبي العزيز بشرى اكتشاف النفط والغاز. يا صديقي، بشرى تفضل من النوع الجيد بناحية تلصيق بإقليم الشرقية العزيز علينا بكميات وافرة سأعيدها. وإنه لا يسعدنا في غمرة الاحتفال بالمناسبة المجيدتين المقدستين، إنه أن نزف إليك شعبي العزيز بشرى اكتشاف النفط والغاز من النوع الجيد بناحية تلصيق بالأقاليم الشرقية العزيزة علينا بكميات وافرة. يا أخي سيتعي الفقر يا صديقي، سيتعي الفقر، نعم سيتعي الفقر بالمغرب. لقد اكتشف
نصيبنا الحمد لله يا علي يا سبحان الله. ولا يمكن لا استطيع الى هذا القطع العظيم الذي لم يرى هزيان. اوكي اكمل لك. اوكي واننا بعد هذا بعد هذه البشرة العظيمه واننا اذا نتضرع الى البارع عز وجل ان يلهمنا الشكر نعمته التي تفضل بها علينا لنهيبه بكل فرد منك ان يقتدي بكتاب الله وسنه رسوله. اوكي بعد اكتشاف الناس عليكم بالاقتداء بكتاب الله وسنه رسوله الكريم ومبادره سبطي خادمك المتواضع ملك امير المؤمنين قدس الله ورسوله حفظه الله. نعم في اداء صلاه الشكر على هذه النعمه سنؤدي صلاه الشكر امام مسجد حسن. اوكي ده شكر على هذه النعمه الربانيه استجابه لقول الحق سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم. وكم كنا نتمنى لو ان والدنا المقدس المنعم كان هو المبشر لك بهذه وكم كنا نتمنى لو ان والدنا المنعم شعبي العزيز وكم كنا نتمنى لو ان والدنا المقدس كان هو المبشر لك بهذا الاكتشاف. لما كان له رحمه الله من صهر على مصالحك العليا ومن سعي الى كل ما يفرحك ويسعدك وما كان له من نظره بعيده ثاقبه عظيمه مقدسه بعيده ومن حرص على ان يدخل المغرب الانفيه التالي وهو مؤهل لمواكبه التحولات العالميه الجديده ومساهمته الفاعله فيها. اننا ونحن نزف لك هذه البشرى اكتشاف الغاز والنفط بكمية وافره. نعم اننا ونحن نزف لك هذه البشرى حامدين الله على عنايتك بهذا البلد امين لن نحرص شعبي العزيز على ان اؤكد ان اكتشافنا للنفط بقدر ما يعني تحول المغرب من بلد مستورد لجميع حاجياته منه الى بلد تزخر ارضه الماء بهذه المدى الحيوي العظيم المقدس فانه لا يعني بتاتا تحول المغرب الى بلد بترول. ماشي صار ما يجوز لك والو كيفاش فإنه لا يعني بدأت تحول المغرب بترد اقتصاد ريعي مورده الأساسي والأوحد هو ثورته النفطية. أوكي وهنا ينتهي الخطاب ونود أن أؤكد لك شعبي العزيز في الأخير أن اكتشاف موارد مائية جديدة وحسن تدبير الموجود منها وضمان أمن الغذاء لا يقل أهمية اكتشاف الغذاء والنفط. يعني عليك بالفلاحة وإذن عليك أن تكون فلاح لن تربح أي شيء من النفط. أوكي الله يعود وإننا في ذلك نستلهم روح ثروة الملك المقدس طيب الله ثراه ونجدد بتجديد الاجيال الشباب المتداعي حامل مشعر الكفاح والتضحيه ونجدد ايات الشكر المنعم العظيم على نحو الذي بحثنا الله عليه بقول تلافا فهل انتم شاكرون. صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ومن هذاك النهار ما بان والو المغاربه ما عرفوش واش قصه السنيد كانت غير سلوكيه طالقينها على الشعب. ولا داروا لي حتى هو شي مكتب الشريف النفط والغاز ولا شي لعيبه على غير يعني مكتب الشريف الفوسات وداك الشيء. الشعب اللي في هذيك الوقيته بدا تيحلم بزاف بعد اعلان اكتشاف النفط والغاز بكميات كبيره بدا تيحلم بسكلتي تيحلم غادي نولي دوماني غادي تولي دوماني عشيري دوماني تولي حتى بحال السعودي ضارب هذيك اللعيبه ولا المغربي حتى هو تيحلم بحالك غادي نولي فهمتي السعودي نلوح في العقبه. ساعه تبدد حلم الشعب ليعود لنا جلاله هو المقدس العظيم بخطاب عظيم. أين الثروة؟ غير أنني بعد الاطلاع على الأرقام والإحصائيات التي تتضمنها هاتين الدراستين والتي تبرز تطور ثروة المغرب أتساءل باستغراب مع المغاربة أين هي هذه الثروة؟ ولاستفاد منها جميع المغاربة أم أنها همت بعض الفئات فقط؟ الجواب على هذه الأسئلة لا يتطلب تحليلا عميقا. إذا كان المغرب قد عرف تطورا ملموس فإن الواقع يؤكد أن هذه الثروة لا يستفيد منها جميع المواطنين. ذلك أنني ألاحظ خلال جولاتي التفقدية بعض مظاهر الفخر والهشاشة.